قول يا خالد، انت كنت بتحب اخوك يوسف؟ السؤال غريب ده. ولا غريب ولا حاجه. اه طبعا بحبه. مش معنى ان احنا كنا مختلفين الفتره اللي فاتت دي بخلاص ده برضه اخويا. وبعدين ما تنساش يا بابا ان انا كل ما ببص في المرايه بفتكره. وكنت بتحب ولاد اخوك يوسف؟ يا بابا انا بحب اي عيل صغير ماشي في الشارع، مش هحب ولاد اخويا برضه. ايه رايك في صوفيا؟ مالها؟ هي زعلتك في حاجه ولا ايه؟ ده ابدا ابدا. بص يا صوفيا، عشان عاشت بره كتير فتلاقيها صريحه شويه، واحنا مش متعودين على كده. بس هي كويسه. طبعا كويسه جدا. انا اتكلمت معاها الفتره اللي فاتت واتكلمت معاها بحده جدا، بس بصراحه انا استريحت جدا بعد ما اتكلمت معاها، لان انا كنت حاسس اني مقصر مع يوسف الله يرحمه. ايه رايك تتجوز صوفيا؟ ايه اللي ايه؟ بقول لك ايه رايك تتجوز صوفيا؟ يا بابا اللي بتقوله ده مستحيل طبعا. لا يا عم، لا يا اخوي، سمعه البيت دي اللي احنا اللي مسؤولين منها، اللي مش انت. وبعدين ابوك لسه يا ولا ما ركبش الهدهد. لما بأركب الهدهد يا اخويا ان شاء الله بعد عمر طويل ابقى اعمل اللي ما بدال. انا مش قصدي حاجه يا اللي بس خلاص اعمل لنا شاي يا ام عمر. حاضر يا عمر. هذا يا ولا عايز. اسمع يا عمر، فاطمه اختك وليلى اللي امانه في رقبتك يا عمر الى يوم الدين. يا ولا انا مش عايزك تغلط غلطه ابوك وتخسر كل اللي فات، واللي تعيش ندمان طول عمرك وتتمنى يوم تعوض فيه حاجه من اللي فاتت. عمك يا عمر مات واللي احنا كنا متعاركين، وان جيت للحق يا ولا يا عمر الا اني اللي كنت غلطان. انا ما قلتش حاجه يابا، بس مش معنى كده اننا ايه يا ولا؟ يابا دي بنت سايبه، باعت نفسها وباعت شرفها، احنا بقى ذنبنا ايه؟ جرايه يا عمر. ذنبنا يا اخويا اللي انها من لحمنا ودمنا واللي لازم نقفوا جنبها. يابا تمام، نقف جنبها لما تكون عيانه، محتاجه قرشين، بتتجوز ومحتاجه اللي يجهزها، انما دي فضحتنا وجرستنا وخلت سيرتنا على كل لسان. يابا انا مش بقول لك ارميها ولا سيبها، انا كل اللي طالبه من حضرتك انك تبعدها عن البلد، خليها تعيش في مصر، واحنا كلنا هنبقى واقفين جنبها، ولو احتاجت اي حاجه اي حاجه من العين دي قبل العين دي. غلطان انا؟ اوعى تفتكر ان انا سليم او ان انا ماشي على رجليا يبقى خلاص تخطيت اللي حصل. موت اخوك يوسف كسرني، انا روحي راحت، انا مبقاش في اي حاجه مخلياني متمسك بالدنيا الا اولاد يوسف وانت. خالد انا ما كنتش بضغط عليك عشان تيجي الشركه او بزن عليك يبقى لك مكتب فيها وتمشي معايا خطوه بخطوه بكل اللي انا بعمله زي اخوك يوسف. اوعى تفتكر ان انا ببعدك او ان انا اكره ده، لا. انا كنت عايزك تعيش، كنت دايما بشوفك انت بتجري من هنا لهنا عشان تحل موضوع الخلفه، وكل ما يبان لك امل ويروح قلبك بيتكسر، وانا قلبي كان بيتكسر معاك. انا كنت عايزك جنبي تبقى معايا انت وولادك، عشان كده جوزتك راويه بنت عمك، لان هي مش هترفض تعيش معانا هنا زي صوفيا اللي خدت ولادها وعاشت بره وبقينا نشوفهم كل فين وفين. كنت عايزك تبقى معايا في البيت انت وولادك، تبقى حواليا، تبقى سندي، اتعكز عليك. اخو يوسف الله يرحمه كان مطيور وبيعمل كل حاجه بمزاجه، بعدين قلت انت كفايه عليك هم الخلفه، كمان هحملك هم الشركه فوق دماغك. للاسف اللي انا عملته ده انت فهمته غلط، ويوسف استغله غلط. عشان كده اللي انا بطلبه منك ده شيء مهم جدا ولازم تفكر فيه بجديه. صوفيا لسه صغيره وحلوه ومتطبعه باخلاق بره، يعني ممكن تفكر تتجوز وتجيني تقول لي انا عايز اتجوز، او تاخد ولادها وترجع بيهم بلاد بره تاني. مين هيراعيهم؟ مين هياخد باله منهم؟ مين هيخليهم حواليا
إذا ما كانوش قدام عينيا. خالد، يمكن ربنا ما ادكش الخلفة عشان اللحظة دي، يمكن دي حكمة ربنا اللي احنا ما كناش عارفينها. ماشي يا بابا، اللي انت عايزه انا هعمله. تعالي بس يا فاطمة والنبي، عايزة اتكلم. اوعي بس ما تمسكيش ايدي كده. طب معلش انزلي، طيب نتكلم تحت. طب اوعي. استغفر الله العظيم يا رب. وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ بعمل حاجة غلط؟ نعم، عايزة ايه؟ عايزة اتكلم معاكي يا فاطمة. انت مالكيش كلام معايا، واعملي حسابك طول ما انت قاعدة في البيت ده لسانك ما يخاطبش لساني، فاهمة؟ وليه كل ده؟ كده؟ أنا كيفي كده؟ يا ستي دمك ما بيجيش على دمي، بشوفك بتعصب. طب ما تقعدي تكلمي معايا، يمكن تعرفي اللي جوايا، وبعدين كل اللي جواكي ده مبقاش موجود. أنا عايزة أقولك على حاجة. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أمك وهي عايشة ما كانتش بتطيقنا ولا بتطيق سيرتنا، وكانت دايما تقول وتعيد وتزيد علينا إن إحنا سرقناها وسرقنا ورثكوا. عايزة مننا إيه؟ الكلام ده قديم، مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي. والجديد بقى إن خطيبي سابني وبسببك وبسبب سمعتك. أول ما أهله عرفوا إن أبويا واقف في صفك سابني وطفش. أنا والله العظيم ما أعرف الكلام ده خالص. وديك عرفتي، ولسه المصايب هتهل علينا من كل ناحية طول ما أنت قاعدة معانا. بقولك إيه؟ لو أنت فاكرة إن عمر جاي يقولك الكلمتين دول وماشي كده من نفسه، ده تلاقيه سمع كلام زي السم سم بدنه بسببي وبسبب اللي أنت عملتيه. أنت مش مننا ولا عشتي عيشتنا. اسمعي كلامه وروحي مصر، أهي واسعة ومحدش هيعرفك فيها. اوف. يا عماد، انت مش نازل النهارده؟ لا، انا بفكر اخد اجازه. طب انا نازله شويه. رايحه فين؟ رايحه لطنط ايمان اقعد معاها، عايزه اقعد ارغي مع حد كده يخرجني من الموت شويه. طب سلمي لي عليها. الله يسلمك. حاضر، باي باي. الو ليلى، ازيك يا استاذ هاني؟ انا كنت بطمن عليك. انا كويسه الحمد لله. طيب انت مش محتاجه اي حاجه؟ لا، ربنا يخليك، لو احتجت حاجه بقول لك. طب انا كنت يعني عايز نتقابل قريب، عشان في حاجات كتير جدا كنت عايز اتكلم معاكي فيها بخصوص القضيه. اكيد. حاضر، ان شاء الله اول ما انزل مصر هكلمك واشوفك على طول. إن شاء الله. مع السلامة. سلام.
انا اكتر واحده في الدنيا دي عارفه هي عايزه ايه. طب ما تقولي انا كمان عشان ابقى عارف. يدفع كام؟ اللي انت عايزاه. انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا دي غيرك انت وبس. قديمه، قولي غيرها. يعني صدقي خلصتك انت غلس. والله قديمه. ايه؟ بتبصي كده ليه؟ بس وحشتيني. انا كداب. انا كداب؟ مش عارفه ليه مش بعرف اصدقك يا يوسف. وانا مش عارف ليه ما بقدرش ابعد عنك. ازيك يا منير؟ ليلى. اهلا يا ليلى، اتفضلي يا حبيبتي، تعال تعال اتفضلي. ازيك يا طنط؟ الله يسلم. ابنك ده؟ هو ابني. تعال يا منير تعال. شكلك تعبان قوي يا ليلى. عشان انا جاي من السفر عليكم على طول. وحشتيني قوي يا منيره. انت كمان. انت كنت مسافره فين؟ جاي من عند عمي على طول على هنا. هاتيه يا بنتي. لا يا طنط، انا كنت عايزه اغير له بس. طب ما تقومي يا بنتي غيري له في الاوضه. قومي يا حبيبتي تعالي. تعالي يا ليلى، البيت بيتك. خدي يا بنتي عشان تشطفيه قبل ما تغيري له. شكرا. ولا تحبي تحميه الاول؟ لا لا كفايه قوي كده. ميرسي. ما تعملي لها حاجه تشربها يا منيره. ولا اقول لك احنا ميعاد غدا وانا عامله محشي، انما ايه طعم قوي، هروح اعمل لك السلطه. وحشتيني قوي. منير. في ايه يا منير؟ مفيش. مقابلتك ليلى يا بنتي مش عجباني. غريبه، مع ان انت كنت عايزاني ما اعرفهاش بعد اللي حصل. بس يا بنتي ده عندنا في البيت ومجيتها عندنا مش سهله. ماما انت عارفه انا بحب ليلى قد ايه، بس مجيتها هنا غلط. انت اصلك مش عارفه لو كان حد شافها وهي طالعه ولا وهي نازله سمعتنا هتبقى عامله ازاي. بنت انت بقول لك ايه، انت مالك؟ في ايه بقيتي كل حاجه تاخديها على اعصابك ليه؟ ما بلاش شغل التخاريف دي. مش تخاريف يا ماما، والله ما هياش تخاريف. انت عارفه ليلى دي لو قاعده في اي حته تانية انا هروح ازورها كل يوم، بس انها تيجي هنا غلط. يا رب بس ما يكونش حد شافها. هو في ايه يا ربي؟ البنت دي جرالها ايه؟ لا تعبانه قوي يا ماما.
أنا عمري ما كان ليا صاحبة زي ليلى، بس أنا خايفة، حاسة إني وحشة، وحشة قوي. أنت إيه اللي غيرك كده يا بنتي؟ هو في إيه؟ إيه اللي قلبك كده؟ الناس، ببص في وشوش كل الناس بحس إن جواها غدر. لما بفتح الجرايد يا ماما وبقرا البلاوي اللي فيها بحس إني مش عايزة أنزل من البيت. لما بمشي في الشارع بحس إن اللي جنبي هيسرقني وإن اللي ورايا مراقبني. لما حد بيبصلي قوي بخاف، بحس إنه ناويلي على الشر. ساعات كتير بتمنى منزلش من البيت، مش عايزة أشوف الناس. أنا كرهت الناس. أنا كنت بتمنى أبقى زي ليلى في جمالها وبساطتها وشطارتها. دلوقتي أنا بهرب من ليلى. إحنا ليه وحشين قوي كده يا ماما؟ مدام راوية، كنت عايز أتكلم مع سعادتك في حاجة في الشغل كده. تعالى معايا. يا رب ما كنتش معطلك. معطلني عن إيه؟ أنا لحد دلوقتي ما بعملش حاجة. تستعجليش. مش مستعجلة، بس ما بحبش أقعد كده من غير شغل، وما بحبش أخد فلوس ما يكونش ليا الحق فيها. طب هو أنت لسه زعلانة مني؟ أنا ما بعرفش أنسى بسهولة. إيه مستغرب ليه؟ لا أبدا، أصل أي ست مكانك مش هتقول كده خالص، هتقول إن هي نسيت ومفيش حاجة. بس على فكرة الستات لما بيقولوا كده ما بيبقوش نسي ولا حاجة، مفيش ست بتنسى حاجة بتضايقها حتى لو هي اللي غلطانة. طب حاولي تنسي وتقربي مننا وتحبينا شوية. حاضر. طمن، أنا ما بعرفش أكره حد. ممكن أسألك سؤال احتمال يضايقك؟ اسأل زي ما أنت عايز. هو أنت فعلا ناوية ترجعي الولاد؟ آه، أنا لما بقول حاجة ببقى عارفة إن أنا هعملها. أنا فعلا عايزة أرجعهم، بس بفكر جديا أدخلهم مدرسة داخلية. أنا مش عايزك تدخليهم مدرسة داخلية. ليه؟ عشان باباك؟ لا مش عشان باباك، عشان خاطر الولاد. أنا عايزهم يعيشوا حياة طبيعية، يتربوا في وسط أهلهم والناس اللي بيحبوهم. أنت طيب جدا يا خالد، غير اللي كان بيقولوا عنك يوسف خالص. كلام يوسف عنك كان محسسني إن أنت بتكرهنا كلنا، وإن أنت مش طايق تشوف حد فينا. أنا حتى كنت خايفة جدا لما كنت بفكر أجي أنا والولاد نعيش معاكم أنت وراوي. خالد، أنت زعلت؟ عايز الصراحة؟ زعلت. بصراحة الحمد لله الشغل لطيف قوي، بس في موظف ثقيل قوي اسمه أسامة، ربنا يستر بقى أنا وهو. بس ده مديرك. ما هو مديري ده، أنا ممكن أسيب الشغل بسببه وأمشي. تسيب الشغل بسبب واحد مضايقك؟ غريبة دي. ما هو بصراحة مدام راوية أنا ما بعرفش أتعامل مع حد ما بحبوش ومش طايقه. هو العمر فيه قد إيه ولا الدنيا فيها إيه عشان نتعامل مع ناس لا بتحبنا ولا بنحبها؟ احنا هنا في شغل، والشغل ما فيهوش منطق الحب والكراهيه ده خالص. ايوه، بس هو ما بيعاملنيش بمنطق شغل، بيعاملني بمنطق غريب جدا. معلش انا هتصرف معاه. لا، عشان ما يحسش انه له قيمه. انت عايش لوحدك مش كده؟ اه.
بين أهل؟ كلهم ماتوا، ما كانش ليا غير أمي وأبويا. ما اتجوزتش؟ اتجوزت، بس بصراحة يعني الستات بعد الجواز بتبقى حاجة تانية خالص. أنا آسف جدا لو لخبطت في الكلام ولا ضايقت حضرتك ولا حاجة، أنا بتكلم بطبيعتي. دي أحسن حاجة فيك. شكر. أنت نازل؟ آه نازل حابب يا مادة. لا ما بلاش، أنا بخاف عليك. خاف عليا منين؟ أنا حابب عماد. مش ملاحظ إن أنت بتقابل عماد كتير قوي اليومين دول؟ هو في حاجة؟ محتاجني؟ آه عماد محتاج أي حد معاه يعلمه إزاي يعيش. يا سلام، وهو عماد ده صغير عشان حد يقول له إزاي يعيش؟ لا عماد مش صغير، بس عمره كله عدى من غير ما يعرف يعني إيه حياة. عماد مش زي ابنك، عماد غيره، ممكن قوي ما يقبلش ان انت تتدخل في حياته. وإذا قلت لك بقى ان عماد مستني ان انا اتدخل في حياته بس بيكابر يطلبها. طيب ممكن ما تتأخرش؟ طب ممكن حضرتك بقى تسيبيني انزل؟ خدي الفوطتين. مصدق ان انا عشت القصه دي. انا كنت بحلم ان انا سافرت المكان بعيد قوي ما فيهوش اي حد غيري. لوحدك؟ اه لوحدي، اصل انا ببقى مبسوط قوي وانا قاعد لوحدي. شاكرين يا عم. لا ما صوتش، ما صوتش انت طبعا. يعني انت قضيت حياتك دي كلها بتحلم؟ يظهر كده. وانا كبرت. كبرت ايه؟ طب لما انت تبقى كبرت امال انا بقى ايه؟ لا انت عجزت. طب يلا يلا رص الطاوله. فقلت لك ما بعرفش العب. يا اخي احلم انك بتعرف تلعب، جت على دي. على رايك. يلا. حلو. ايه ده عم بيها ايه دي؟ اهو بص اهو انت من هنا اهو انت كده وكده، ادي خمسه ودي ثلاثه. تمام. بص انا بقى. يا سلام. ستة وثلاثة. وستة وثلاثة فرقت ايه؟ فرقت واحد، مع ان انا مقضي عمري كله على القهوة. العب انا بقى. بقول لك ايه يا ليلى؟ ما تروحي للمعداوي يا حبيبتي. ايه اللي حضرتك بتقولي ده يا تنتي؟ انا هقول لك على حاجة. المعداوي كان بيحب يوسف قوي، وواضح ان يوسف ده كان اقرب حد لولاده ليه. صحيح. عشان كده يا بنتي هو مش مصدق ان مات، مش مصدق ان انت عملتي كده عشان تحافظي على حفيده، والا كان هيسامحك. يعني ايه؟ يعني لو رحتي له وبص بس في عينين ساجد، صدقيني يا حبيبتي كل حاجه هتتغير. لا يا طنط ما اعتقدش. انت هتخسري ايه بس؟ ممكن يعمل اي حاجه في ابني. بقول لك ايه؟ انا هاجي معاكي. اكيد لا، مش هقدر اعرض حضرتك لموقف زي ده. اطمني يا بنتي، اكيد قلبه هيدله واحساسه مش هيخدعه. بقول لك ايه؟ انا دقيقه وهكون جاهزه، انا هلبس حالي.
اللي زي عماد ده يا جلال شايف الدنيا من خرم ابره، فاهم ان اللي هو بيعمله ده هيخليه محامي كبير قوي. ايوه بس هو فعلا عمل سمعه كويسه. سمعه كويسه حاجه والحياه حاجه تانية. تعرف يا جلال في ناس كتير قوي قوي اتدربوا عندي في المكتب، انا حبيتك من ضمنهم كلهم. عارف ليه؟ ليه؟ لان حسيتك انك زي فاهم الدنيا كويس قوي قوي وعارف انت عاوز ايه. عشان كده استغربت لما قلت لي انك بتحب ميرفت اخت عماد، لان انت لا انت شبههم ولا هم شبهك. يا ريس يعني حبيتها كده من نفسي؟ حبيتها بس؟ بصراحه مش هو ده السبب الاساسي، بس يمكن كنت معتقد ان انا ممكن استفيد منه اكتر من كده. في دي بقى انت عبيط. لو عايز تستفيد خليك مع الكبير اللي تستفيد منه اكتر واكتر واكتر. احنا هنروح بعيد ليه؟ المثل مش بيقول لك لو عشقت عشق قمر ولو سرقت سرق جمل؟ ايوه صح. طب بمناسبه السرقه بقى والقضايا، المعدوي لما عرف ان ليلى طلعت اكيد بهدل الدنيا صح؟ اهو ده جلال اللي انا اعرفه. قول لي بقى انت عايز ايه؟ بصراحة يا ريس يعني أنا محرج يعني، بس عماد طلع محامي عقر، عارف هو بيعمل إيه؟ بص بقى، العيب في المحامي اللي قبل مني، بس أنا أكد لك إن أنا هجيب لها إعدام. طب والمقابل؟ شوف بقى، المعداوي وكنوزه دي مغارة علي بابا اتفتحت. بس أنا عايزك يا جلال تسيب البنت اللي اسمها ميرفت دي، استغل انها مذبذبه معاك واخلع. اوعى تتورط في علاقه معاها، دول ناس انت مش هتستفيد منهم بحاجه ولا هم هينفعوك بحاجه. أنا طلبت من المحاسب يا عمي إنه يجيب لي الفايلز بتاعت مشروع الخمايل عشان أبص فيها، ورد عليا رد غريب جدا. قال لي لو عايزاهم اطلبيهم من مدام راوية. فعلا هو قال لي، وأنا سألته عن السبب. سبب؟ السبب يا راوية إن أنا بقيت بشتغل في الشركة وليا فيها زي مليكي بالظبط، وبما اني قاعده ما بعملش حاجه قلت ابص في الفايلز القديمه علشان افهم فلوسي وفلوس ولادي بتروح فين. بعد اذن عمي. شوفي يا حبيبتي، الواحد بيطلع السلم خطوه خطوه، عشان لو طلعنا بسرعه هنقع برضه بسرعه. انا قلت للمحاسب يستنى شويه لحد ما اعرف انت عايزه تعرفي ايه بالظبط واقول لك عليه. خالد تعالى الشركة من بكرة، أنا فرشت لك مكتب. الله خبر حلو قوي. وانت يا صوفيا أي حاجة عايزة تعرفيها تعرفيها من خالد بشكل مباشر. ميرسي يا عمي. خالد دلوقتي هو المدير المسؤول، أي حاجة عايزة تعرفيها تعرفيها منه. مساء الخير. ايه اللي جابك هنا؟ بابا اهدى لو سمحت. بابا هنعرف ان انتوا عيله كبيره وكرمة مع الغريب قبل القريب. انت مين يا ست انت؟ اطلعي بره وخدي الزباله دي معاكي. انا اعرف اكرمكم ازاي. يا بابا بابا لو سمحت اهدى، عيب كده دول في بيتنا يعني. ايه دي ايه دي ايه دي؟ ايه البجاحه وقله الادب دي؟ امشي اطلعي بره. لو سمحت اهدى، لو سمحت اهدى، دول في بيتنا. ما ينفعش نعمل.
وعرفها مقامها. انت بتعمل ايه؟ ولا تسوى. مفيش الكلام ده. هتعمل ايه يا بابا؟ سيبني يا خالد. لا سيبني بابا. سيبني يا خالد. ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ هتوديها في داهيه يا بابا. ما ينفعش كده. سيب السلاح اللي فينا ازاي؟